الانتخاب. هستأذن حضرتك بس نروح مع زميلتنا هبة البنا ولقاء مع السيد محافظ الجيزة من داخل غرفة العمليات بالمحافظة. هبة؟ مساء الخير يا أسماء، مساء الخير على كل مشاهدي شاشة تن. نحن الآن داخل غرفة عمليات محافظة الجيزة المنعقدة من السادسة صباحا لمتابعة سير عملية الانتخابات في 16 دائرة هم قوام محافظة الجيزة. الغرفة مكونة من يترأسها طبعا سيادة المحافظ ومكونة من المستشار العسكري، سكرتير المحافظة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وممثلين عن الأجهزة التنفيذية. بينضم إلينا سيادة المحافظ الدكتور خالد العدلي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. إزاي أستاذن حضرتك توضح لنا في البداية يعني سير العملية الانتخابية بحسب متابعتكم، يعني أهم الوقائع اللي رصدتوها من بداية انعقاد الغرفة؟ هو الحمد لله يعني الأمور كلها مستقرة، جميع المقرات عندنا حوالي 550 مقر، 2219 لجنة، الحمد لله الأمور لحد كبير مستقرة. طبعا أنت عارفة محافظة الجيزة هي أكبر محافظة في المرحلة الأولى في الانتخابات، عندنا 37 مقعد، فوق 4.8 مليون ناخب، فإن شاء الله يعني الأمور لغاية دلوقتي مستقرة، الأمور كلها بخير. عندنا كم تم تأمين جميع المقرات، في تم توفير سبل الراحة، تم التنسيق مع الشرطة ومع الجيش لتوفير كامل الأمان للمواطنين وللناخبين وللعاملين أيضا في المقرات، وتم توفير أيضا والتنسيق مع الجهات المعنية المختصة بالدفاع المدني والإسعاف وخلافه، وتوفير مولدات في حالة انقطاع أي كهرباء أو في قصور مائي، أيضا تم توفير سيارات للمية، وأيضا تم توفير حوالي 90 عربية إسعاف في حالة لا سمح الله لو في أي يعني مشكلة أو طوارئ أو أي حاجة. يعني كان في أخبار عن أنه في تأخير في فتح بعض اللجان، كيف تم مواجهة هذه الحوادث خصوصا أن هي تسببت في يعني تزاحم من المواطنين وكان في اعتراض من بعض المواطنين؟ شوفي، هو طبعا حضرتك أنت عارفة الجيزة محافظة كبيرة تمتد 450 كيلو، وحصل أن يمكن احنا عندنا 2219 لجنة، اللي حصل فيه تأخير يمكن 10 لجان أو حاجة، وده طبعا نسبة قليلة، ولكن بعض اللجان حصل فعلا السادة القانونيين والمستشارين وصلوا متأخر شوية، وبالتالي وفي بعض حصل يعني حادث أو شيء فحصل تغيب لبعض أيضا، وبالتالي تم ضم بعض اللجان لبعضيها وتم الاستدعاء آخرين لغاية للقيام بعمل المستشارين اللي كانوا أصولي موجودين. هل من ناحية الالتزام بالصمت الانتخابي هل كان في أي خروقات من أي نوع؟ لأنه يعني كان في كمان أخبار عن خروقات من بعض المندوبين المرشحين إن هم كانوا بيوجهوا الناخبين لترشيح حد بعينه ودون حد. شوفي طبعا اي ده وارد وممكن يحصل وحصل فعلا، ولكن احنا بنتعامل معاه بحزم شديد جدا، واحنا في الاول في الاخر بيتم تطبيق كافه اللوائح عليه واتخاذ اجراءات قانونيه تجاهه وتحويل الشكوى للجنه العليا لاتخاذ كافه الاجراءات القانونيه في هذا الموضوع. يا فندم يعني كيف يتم، يعني انا عايزه اعرف ازاي بيتم العمل ومتابعه يعني العدد الضخم ده من اللجان، وخصوصا يعني الجيزة تعتبر المحافظة الوحيدة من محافظات القاهرة الكبرى اللي بتشارك في المرحلة الأولى، فعايزة أعرف كيفية أو آلية العمل إزاي بتنفذ. شوفي طبعا يا حركة مظبوطة، احنا طبعا زي ما احنا النهاردة قاعدين في المقر الرئيسي في الديوان في الغرفة العمليات الرئيسية المركزية بالديوان، عندنا كذلك في كل حي وفي كل مدينة غرفة عمليات موجودة وفي اتصال دائم مع الأجهزة المعنية المختلفة خلال 24 ساعة، الغرفة شغالة 24 ساعة ومتابعة دائمة، وفي كان تفتيش حتى لغاية 6 الصبح على اللجان قبل ما تفتح، وبالتالي عشان نتأكد من أن توفير الخدمات اللازمة للمواطنين وراحة المواطنين موجودة، وإحنا بننتهز هذه الفرصة أن احنا ندعو المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم، لأن دي يعني مرحلة
مهمة لمصر، وده استحقاق الثالث، ده استحقاق يعني هام جدا لمصر. وبالتالي احنا بندعو الجميع للمواطنين للنزول، وزي ما احنا شايفين الحمد لله الامن مستقر والدنيا امنة تماما، وفي حرم امني يعني حوالي 200 متر 100 ل 200 متر حسب المنطقة، في حوالينا جميع المقرات 550 مقر، وتم توفير كل سبل الراحة الممكنة في ظل طبعا إمكانياتنا المحدودة من مظلات وكراسي ومقاعد وكراسي حتى للعاجزين، وتم التوجيه بالتعامل بالحسنى مع الجميع ومساعدة الجميع وتوجيه الجميع في حالة إن هو لو محتاج يسأل عن اللجان بتاعته هي فين وكده. احنا طبعا كجهه كمحافظه احنا على حياد من جميع الاطراف، ولكن ندعو المواطن الى اتخاذ القرار الصحيح والنزول وادلاء بصوته، ده حقه الدستوري، وان هو يعني يختار من يراه مناسبا لخدمه البلد وللارتقاء بمصر ان شاء الله. شكرا فندم. شكرا يا أسماء. كان هذا ما لدينا حتى هذه اللحظة. كنا في غرفة عمليات محافظة الجيزة، نعود إليكم مجددا من مكان آخر وعودة إلى الاستوديو. بشكر الزميلة هبة البنا.